صفحة جديدة بكتاب الشهرة الخاص بستفاني صليبة. من بعد عام 2013 عام 2015 مسلسل أمير الليل انسحبتي من هالعمل يلي كان من بطولتك إلى جانب النجم رامي عياش يلي كمان بوجه له تحية كبيرة وكان معي بالبرنامج بأول حلقة. بعد تصوير عدد من المشاهد قررتي تنسحبي، شو السبب؟ السبب إنه أنا بقيت بأمير الليل بهيدا البروجي بقيت تقريباً شي 7 أو 8 أشهر أنا كنت معهم، صورنا عدد كتير قليل ودائماً كان في تأجيل لسبب أو لآخر. بنفس الوقت أنا كان عم بيجيني كتير عروض بنفس الوقت وأنا كنت عم برفضهم كلياتهم لأنه منى طايع كانت مصرة إنه أنا أول ظهور لإلي يكون مع بالمسلسل كونه هي اللي إذا بدك اكتشفت موهبتي، فأنا كنت عم تجيني أكثر من عروض وقتها كنت معهم وكنت كلها عم برفضها لحد ما وصلت لمحل خلص لازم أخذ قرار، يا بدي ضل معهم وأنا مني عارفة لوين رايح البروجي تبعهم، يمكن رح يكملوا فيه يمكن رح يرجع كمان يتأخر، أو إنه خلص لازم أخذ قرار نهائي وأقلب الصفحة وأخذ قرار أمشي بمسلسل يكون أكيد إنه رح يكون موعد عرضه قريب. وبعد 7 أشهر جاني عرض مثل القمر، فأنا كنت قدام خيارين مثل القمر ولا أمير الليل، أخذت قرار مثل القمر. تندمي على أنك انسحبتي خصوصاً مع الانتقادات الكبيرة يلي طالت هالعمل؟ أنا إذا هلأ برجع بتطلع لا أكيد أنا بقول منيح اللي أنا انسحبت من مسلسل أمير الليل، مش لأنه هن كان عندهم أخطاء ببروغرامه، لا لأنه مثل القمر كان عن جد هو فرصتي وكان هو لإلي وأنا حسيت حالي بنتمي لقمر أكتر من أي شيء تاني، سحرتني قمر، سحرتني الشخصية. من بعد مسلسل أمير الليل ما فينا ما نفتح كتاب الشهرة الخاص بستفاني صليبة وما نحكي عن مسلسل مثل القمر عام 2016. بتقولي إنك محظوظة أو ذكية لحصلتي على بطولة مطلقة من أول عمل إليك؟ لا محظوظة ولا ذكية، لكن قدر، هيدا قدري meant to be. بتعرف بحياة الإنسان في turning points، في نقطات هن بحولوا لك حياتك، هدول لا أنت بتختارهم وقد ما تخطط لهم ما بتوصل لهم، هن خط مكتوبين بحياتك عليك أنك تعيشهم، أوقات منيح أوقات مش منيح بس هن turning points بالحياة. مثل القمر وبطولة مطلقة لإليك أول مرة هي قدرة، هي قدرة ومكتوب علي. جمالك ستيفاني ساعدك انك تحصلي على هالفرصة؟ هي للحقيقة مش جمالي، هي للحقيقة انه في كان عدة عوامل ومنهم اني انا كانت اختارتني منى طايع، فلا تختارني منى طايع يعني انا عندي شيء، فالعيون تضوي اكثر علي. مش المهم انك تاخذ بطولة، في كثير اشخاص بياخذوا بطولات، ولكن المهم كيف انت تستثمر وتقدر هالفرصة يلي اجت لعندك وتشتغل عليها صح. وأنا في كتير كمان عوامل ساعدتني، وهوني كمان بدي أقول له thank you للمنتج، منتج مثل القمر مروان حداد، بدي أقول لك thank you so much. كمان في شغلة بدي أذكرها أنا مش كتير بقولها، ذكرت أول ملاك كان بمسيرتي، بس في ملاك تاني كمان مسك لي إيدي وساعدني لحتى أنا صير اليوم أنا، اللي هي الفنانة الكبيرة يلي بعشقها تقلى شمعون. على الرغم من النجاح الكبير يلي حققوا هالعمل إلا أنه لقى شوية انتقادات، هالتناقض كيف بتلاقيه أنت؟ العمل كان فيه عناصر ضعف خلت أنه ينتقدونا بطريقة أكبر، بس بالنسبة لي كمان هذا الشيء ساعد العمل، فأنا كل واحد كمان انتقد مثل القمر وكان جارح أنا بدي أشكره لأنه هو كان عنصر مساهم أنه العمل ينجح كل هالقد. من وحي اسم المسلسل بدي تعطيني اسم واحد، مين الممثل اللي بتقولي لها انت مثل القمر؟ في كتير ممثلات، اسم واحد هيدا التحدي ستيفاني. اوكي، سيرين عبد النور. سيرين عبد النور يس. مثل القمر. مين الممثل الوحيد يلي بتقولي له مثل القمر؟ ممثل لبناني عربي اللي بدك اياه. آسر ياسين. ايه. مين المغني اللي بتقولي له مثل القمر؟ رغب علامة. بنوجه تحية كبيرة لكل الأسماء المذكورين. مثل القمر هن كلهم لا؟ أكيد. مين المغنية اللي بتقولي لها مثل القمر؟ مغنية مغنية جوليا بطرس.
مين الإعلامي اللي بتقليله مثل القمر؟ إعلامي ما حلاك تقولي غير اللي بوجهك يا استاذ خير انت مشان ما يقولوا عم جامل ولا عم بتهرب من السؤال مارسيل غانم حلو